تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. حقيقة نقدم لكم هذا البرنامج ليكون يعني تكون بوابة تواصل ما بينكم مستمعين الكرام وما بين الهيئة. نفتح في هذا البرنامج مختلف المواضيع أو الملفات الطبية والمواضيع التي تشغل بال الجميع، فأهلا وسهلا بكم. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، ومن الإخراج معنا الأستاذ عيسى سبيل، وفي التنسيق الأخت أشواق مسعد. مستمعينا، مثل ما وعدناكم البارحة قلنا أن ما نطرح اليوم مسابقة على هامش أو بمناسبة انطلاق معرض الإمارات للوظائف 2016 في مركز دبي التجاري العالمي، وأيضا على هامش مشاركة هيئة الصحة بدبي في هذا المعرض بمنصة مميزة. سؤالنا اليوم يعني خلال ثلاثة أيام طبعا بيكون عندنا سؤال، قيمة الجائزة هي 1000 درهم تصرف يوميا لصاحب الإجابة الصحيحة، واللي بيختار الكمبيوتر طبعا من خلال إرسال الإجابة السليمة. سؤالنا اليوم هو: في أي قاعة تتواجد منصة هيئة الصحة بدبي؟ الإجابات هي قاعة زعبيل 1، قاعة زعبيل 2، قاعة زعبيل 3. يمكنكم إرسال الإجابة الصحيحة على الرقم 4006. الإجابات بناخذها عبر الاسم اس، ما مناخذ الإجابات عن طريق الاتصال. اللي يبغي يشاركنا باتصاله على موضوع معين، بالعكس نحن رحب بكل الاتصالات اللي ممكن تينا. فنعيد السؤال: في أي قاعة تتواجد منصة هيئة الصحة بدبي؟ زعبيل 1، زعبيل 2، زعبيل 3. طيب، خلصنا من سؤال الحلقة ومنعيد عليكم خلال يعني سير البرنامج، لكن خلونا ننطلق إلى أخبارنا المحلية والعالمية اللي زودتنا بها وكالات الأنباء والصحف المتنوعة. أول خبر اليوم عندنا: صحة دبي تبدأ صرف الجهاز الأذكى عالميا لقياس السكر بدون وخز. بدأت هيئة الصحة بدبي أمس صرف الجهاز الأذكى في العالم لقياس السكر دون وخز، الذي يعتبر من أحدث ما تم التوصل إليه في مجال مراقبة سكر الدم، وذلك في مركز دبي للسكري وكل من مستشفى راشد ودبي ولطيفة. وتضم الدفعة الأولى 400 جهاز، يصرف الجهاز للمرضى المصابين بالسكري وفق شروط محددة. طبعا في هذا الإطار قال الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي، قال أنه يشترط لصرف الجهاز أن يكون المريض مصابا بداء السكري من النوع الأول، ويعاني عدم انتظام السكر، هبوط مستوى الجلوكوز بالدم بشكل متكرر، وعدم الدراية بأعراض هبوط الجلوكوز، وتعدي مستوى السكر التراكمي أو ما يعرف الـ HbA1c عن الحدود العليا، والتغير المتزايد في مستويات الجلوكوز بالدم، مما قد يتسبب في هبوط شديد في مستوى الجلوكوز، قد يكون معيقا للحركة أو مهددا للحياة. والحاجة إلى خفض مستوى السكر التراكمي HbA1c
A1C دون التسبب في هبوط مستوى الجلوكوز بالدم عن المستويات الطبيعية خلال فترة ما قبل الحمل والحمل. أيضا يصرف الجهاز للأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول المعرضين لخطر هبوط مستوى الجلوكوز بالدم عن المستويات الطبيعية والمرضى المصابين بداء السكري من النوع الأول أو الثاني ويأخذون عدة جرعات أو حقن من الإنسولين يوميا ولديهم سيطرة ضعيفة على مستويات الجلوكوز بالدم وغير قادرين على إجراء الرصد الذاتي للسكر في الدم SMBG بشكل متكرر يومي. طبعا الجهاز هذا يصرف للمواطنين مجانا وفق الشروط اللي قلناها يصرف ولا يوزع. ماشي، شو يعني يصرف؟ يعني يصرف بوصفة طبية، لأن عندنا في حد زعلان في الاستوديو قال ما صرفوا لي ما استكملت الشروط يا عيسى. اليوغا تحمي من الزهايمر والخرف. أثبتت بعض البحوث الطبية أن ممارسة رياضة اليوغا تنعكس بشكل إيجابي على جميع الأشخاص والفئات المختلفة، وبينت دراسات مختلفة أن ممارستها مفيدة بشكل خاص لكبار السن. طبعا أنا هاي الرياضة الوحيدة اللي ما مارستها ليه الحين، أبغى أجرب والله بشوف وايد يمدحونها، خلينا نجربها. عموما الباحثون كشفوا في دراسة جديدة لهم أن ممارسة اليوغا والتأمل لثلاثة أشهر تقريبا يقلل من خطر إصابة كبار السن بالضعف الإدراكي المعتدل، وهي حالة تنذر بالإصابة بالزهايمر والخرف. والضعف الإدراكي المعرفي هو عبارة عن تغير ملحوظ في الوظائف الإدراكية مثل تطوير مشاكل الذاكرة والتفكير. حسب ما أوضح الباحثون إلا أن هذه الأعراض لا تكون شديدة، بمعنى أنها لا تؤثر بشكل كبير على حياة المصاب الروتينية واليومية، لكنها تتحول أكثر سواء مع الوقت ليرتفع بذلك خطر الإصابة بالزهايمر والخرف. ولعدم وجود دواء علاجي للضعف الإدراكي المعرفي، ينصح المختصون عادة كبار السن المصابين بهذه الحالة بالانخراط في نشاطات محفزة للدماغ مثل حل الألغاز بهدف تقليل خطر إصابتهم بالخرف وانهيار الذاكرة. وللكشف عن أمور أخرى قد تساعد كبار السن، بحث الباحثون في العلاقة ما بين ممارسة رياضة اليوغا والتأمل في حماية القدرات الإدراكية والمعرفية. طبعا فوائد هذه الرياضة كثيرة، ما أعتقد بس على حق كبار السن، لكن هذه اللي الباحثين درسوها يعني وخلوها ضمن نطاق الدراسة. في عندنا موضوع، بما أننا نحن دخلنا الصيف بنتكلم شوية عن الشمام. فوائد الشمام أنه يرطب الجسم ويقيه من الجفاف. يعتبر الشمام مستمعين من الفواكه التي تحتوي على نسب كبيرة من الماء، تساعد في ترطيب الجسم ووقايته من الجفاف خصوصا في أجواء الصيف الحارة. ليس هذا فحسب، لكنها غنية أيضا بالمواد المفيدة. وقد تناولت الكثير من الدراسات أن زيادة تناول الأطعمة النباتية مثل الشمام يقلل من خطر الإصابة بالسمنة والسكري والأمراض القلبية، مما يزيد من النشاط ويساهم في إنقاص الوزن. يحتوي الشمام على مضادات الأكسدة ويقوم بفلترة الجسم من المواد الضارة التي تساهم في منع الشيخوخة المبكرة، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالربو، حيث يقل عند الأشخاص الذين يتناولون مواد غنية معينة أو مواد غذائية معينة. إحدى هذه الأطعمة هي التي تحتوي على كميات من البيتا كاروتين، والتي تتواجد بكثرة في الفواكه الصفراء والبرتقالية مثل الشمام، اليقطين، الجزر. كما يحتوي الشمام على الألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي، وجميعها تساعد على بقاء القلب صحي. قبل نطلع فاصل، في أحد البرامج كنت أسمع على موضوع كانوا يتكلمون فيه عن أدوية معينة تصرف هذه الأدوية، واكتشفوا أن لها آثار
أو مضاعفات يعني ممكن تكون سلبية على مضاعفات سلبية على الشخص نفسه إذا أخذ هذه الأدوية. فكان مقدم البرنامج يقول طيب ليش يصرفون الدواء إذا هو لها مضاعفات على الفرد. الآن هنا أبغى أتكلم دائما عن مسألة أن يجب أنك تحاول قدر الإمكان أنك تأخذ الأدوية هذه وفق وصفة طبية. بمعنى أنت قاعد تأخذ مادة كيميائية، هذه المادة الكيميائية إذا زادت عن حدها ممكن تأثر عليك بشكل سلبي. لكن أن يطلع المذيع ويقول ليش يصرفوننا كذا هذه الأدوية ومن غير شو اسمه، وهي عقب الباحثون اكتشفوا أنها هي مضرة بالجسم، لا. أحيانا المواد هذه يجب أن تصرف وفق وصفات طبية، هذه الوصفات الطبية هي التي الكميات اللي يحددها الطبيب هي التي سوف تفيدك، لكن زيادة الجرعة ممكن تؤثر عليك بشكل سلبي. أنت الأكل اللي تأكله إذا كليت أكل معين وزدت فيه هذا ممكن يضرك، فكل شيء ممكن تزيد فيه ولا يعني يصير فيه إسراف في الموضوع لا ممكن يضرك. لكن لا تأخذون نصايح طبية إلا من المتخصصين في هذا المجال، في برامج، في انترنت، في ما أدري كذا، يبيعون أدوية على السوشيال ميديا على كذا. لا تأخذون هذه الأدوية تماما ولا تأخذون نصايح إلا من الأشخاص المتخصصين في هذا المجال. نذكركم بسؤال الحلقة. سؤال الحلقة يقول في أي قاعة تتواجد منصة هيئة الصحة بدبي؟ القاعة رقم 1، القاعة رقم 2، القاعة رقم 3، أو زعبيل 1، زعبيل 2، زعبيل 3. يمكنكم إرسال الإجابات على الرقم 4006 وفاصل وما يرجع لكم. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا نذكركم بسؤال حلقتنا اليوم اللي يأتي على هامش معرض الإمارات للوظائف 2016، وذلك ضمن مشاركة هيئة الصحة بدبي في هذا المعرض بمنصة مميزة جدا تطرح فيها العديد من الخيارات الوظيفية العالية المستوى. عموما في السؤال يقول في أي قاعة تتواجد منصة هيئة الصحة بدبي؟ هل زعبيل 1 ولا زعبيل 2 ولا زعبيل 3؟ أكثر من شيء ما أقدر أغشش. زين، فعندكم الخيارات، عندكم خيارات متوفرة. طبعا إيسا يقول بس 3 مجاوبين صح لنا الحين، ف عندكم الخيارات واضحة يا جماعة الخير. نتمنى أنكم ترسلون الإجابة السليمة على الرقم 4006. وإن شاء الله يعني قبل ما نطلع الفاصل هذا ما نقلل الخيارات، ما نخلي خيارين. إنزين، عموما أيضا مستمعينا في الفترة الأخيرة يعني خاصة مع انطلاقة مع نهاية 2015 وانطلاقة 2016، يعني توجهت هيئة الصحة بدبي إلى المجتمع بالعديد من المبادرات الإعلامية التوعوية التي كانت نتاجها حقيقة بداية يعني في هذا البرنامج اللي تم التعاون فيه مع إذاعة نور دبي، وأيضا خرج على السطح ملحق البيان الصحي الذي يعني قدمته هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع صحيفة البيان. هنالك أيضا مثل الفيلر اللي سمعتوه قبل الفاصل اللي هو أصلا فيلم توعوي يعرض على شاشات التلفزيون ما بين سما دبي وقناة دبي. كذلك اليوم في عندنا هيئة الصحة بتطلق مفاجأة جديدة ويعني موضوع جميل أو قناة إعلامية جديدة تتواصل فيه مع عملائها.
ما نتعرف على هذه المبادرة الجديدة مع ضيفنا في عبر الهاتف الأستاذ غانم عبد الله لوتا، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي. حياك الله أبو عبد الله. يحييك وسهلا بيكم، في الأخبار؟ الله يسلمك. اليوم يعني بتطلقون بعد قناة تواصل جديدة مع جمهور المتعاملين والمجتمع بشكل عام، لكن اليوم شوية القناة بتكون مختلفة، مو بالعربي، بالإنجليزي. خبرنا شوية عن الموضوع هذا. نعم طال عمرك، قبل لا أفضل وياك في هذا الموضوع بستعرض وياك اهتمام هيئة الصحة بتوثيق علاقاتها الاستراتيجية بمؤسسات المجتمع والأفراد. نعم. حرصت هيئة الصحة دبي في تنويع قنوات تواصلها وتفاعلها المجتمعي بما يخدم أهداف التطوير ويصب في النهاية إلى مصلحة المتعاملين في الهيئة. بناء على ذلك أولت هيئة الصحة دبي الفعاليات المجتمعية جل اهتمامها بجانب تطوير واستحداث مجموعة من الوسائل الإعلامية التي تستهدف تنمية الوعي المجتمعي في مجمل القضايا الصحية. ركزت فيها على الجانب الوقائي، وخلنا بنستعرض وياك أخوي يوسف عن تطوير واستحداث مجموعة من القنوات الإعلامية. منها القنوات، أول شيء اللي رأت هي الصحة في تواصلها مع الجمهور بشكل عام شافت أنه وايد مهمة وتأثر على وسائل الإعلام الحديثة والتطبيقات الذكية، كما راعت استحداث قنوات إعلامية مألوفة بقوالب جديدة ورؤية هادفة. ومن ذلك بنذكر الوسائل المرئية، أنجزت هيئة الصحة من الأفلام التلفزيونية التوعيات القصيرة اللي في قناة دبي اسمها دبي، هاك نوع من كان من الوسائل المرئية اللي تخدم فئة معينة. كذلك عندنا الوسائل المسموعة طال عمرك، إطلاق برنامج إذاعي بالتعاون مع شبكة قنوات دبي، وهذا اللي نتكلم إحنا من خلاله في كل صباحي بس من أحدين وخميس، هذا لتكثيف كذلك التواصل هيئة ومع الجمهور بشكل مباشر، كذلك للتركيز على التوعية والتعريف بطرق الوقاية من الأمراض، كذلك تعريف مسارات الهيئة واستراتيجياتها التطويرية وما تنفذه الصحة من مشروعات ومبادرات. حين بنتطرق للموضوع اللي سألتني عنه يوسف، وهي الوسائل المقروءة، استحداث هيئة الصحة ملحق خاص يصدر كل يوم أحد بالتعاون مع صحيفة البيان وهو البيان الصحي. هذا الهدف من يستهدف تنمية الوعي المجتمعي بمختلف القضايا الصحية، كذلك تسليط الضوء على ما يدور في الهيئة وما تنجزه، يتحدى القدر المطلوب في البيانات المعلوم والمعلومات أمام المجتمع، والطلاع المتخصصين في مجال الطب على كل ما هو جديد يخدم هذا، كذلك كنوع من تعزيز الطاقات الإيجابية لدى الأطباء والإداريين في الهيئة. كما استحدثت هيئة الصحة في نفس الملحق باللغة الإنجليزية، إن شاء الله اليوم بيتم الإطلاق أو بالإعلان عنه في مؤتمر صحفي هي صحيفة الجلف نيوز. كذلك نفس الأهداف اللي هي التوعية، تحفيز المجتمع على التواصل بشكل مستمر، الوصول إلى الأشخاص الأخصائيين والاستشاريين المناسبين، وثاني شيء على أساس توفير الوقت وهدف إعادة المجتمع. كذلك بنتطرق كذلك للتواصل الاجتماعي اللي هو عن طريق طبعا الآليات وتحقيق الاستثمار عن طريق طبعا التويتر والفيسبوك والإنستغرام والبيرسكوب وغيرها من الأهداف. طبعا نحن نمشي على أساس أن نهدف إلى نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة لإمارة دبي. جميل. هذا طبعا يمشي مع ضمن استراتيجية حكومة دبي وكذلك استراتيجية هيئة الصحة. جميل جدا، جميل. أبو عبد الله، الملحق طبعا صدر اليوم مع الجلف نيوز، موجود اللي يبغي يطلع عليه، اللي يحب يطلع على الأخبار باللغة الإنجليزية ممكن أنه يشوف العديد من المواضيع اللي بتكون موجودة في هذا الملحق. أيضا أبو عبد الله، في عندكم أشياء مستقبلية إن شاء الله الواحد ممكن يتحدث عنها، ولا نخليها مفاجأة حق الناس؟ والله العظيم خلى مفاجأة. هيئة الصحة كل فترة تطلع بشيء ابتكاري ذكي جديد يهدف إسعاد المجتمع ويخدم هذا المجتمع. كذلك أنا أدعو المجتمع والمراجعين هيئة الصحة التفاعل ويا هذه الوسائل الإعلامية المرئية لما يشكل لها دور من توعية، كذلك من إضافة لمعلومات جديدة
من استخدام الادويه بطريقه امثل واصح. جميل، وانا اضم صوتي لصوتك بعبد الله، ونقول لكم هذه القنوات مفتوحه لكم مستمعينا الكرام، اللي حاب يتواصل مع هيئه الصحه من خلال هذه القنوات اللي ذكرها استاذ غانم لوتا قبل قليل، او حتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حسابات هيئه الصحه بدبي على DHA_Dubai لانستغرام وتويتر وبريسكوب، وايضا اعتقد حتى كذلك للسناب شات ممكن على نفس الاسم تحصلون هذه الوسائل كلها. بعبد الله، كلمة أخيرة تبغى توجهها قبل لا نختم معاك اللقاء؟ أحب أشكر كل وسائل الإعلام اللي تدعم هيئة الصحة دبي وتساعد على تركيز رؤية هيئة الصحة دبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة، وأتمنى أن تواصل بشكل مستمر نتمنى لكم التوفيق. أستاذ غانم عبد الله لوتا، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، شكرا جزيلا لك. ألف شكر. إذن المستمعين، خلونا نذكركم بسؤال حلقتنا اليوم. سؤال حلقتنا يقول في أي قاعة تتواجد منصة هيئة الصحة بدبي؟ أنا وعدكم أني أنا بحذف إجابة، فكنا نقول قاعة زعبيل 1 أو زعبيل 2 أو زعبيل 3، ما نحذف زعبيل 1، ما نخليه زعبيل 2 ولا زعبيل 3. الرسالة الإجابة الصحيحة يمكنكم الاتصال أو إرسال الرسالة النصية على الرقم 4006. يعني بدأ تزيد الإجابات الصحيحة عيسى. إذن عندنا تقريبا ما نعطيهم لين 10 إلا 10 عقب ما نسحب على الفائز، شو رأيك؟ زين؟ طيب خلونا نطلع فاصل مستمعينا، وما نرجع لكم بموضوع آخر. هذا الموضوع اللي ممكن اللي بيسمعنا بيعرف الإجابة الصحيحة إن شاء الله. أنا قلت 10 إلا 10، لا 11 إلا 10، سامحوني. طيب فاصل وما نرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة. مستمعينا، تشارك 110 جهات حكومية وخاصة في معرض الإمارات للوظائف 16 الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر 3 أيام في المركز أو في مركز دبي التجاري العالمي. طبعا 31 جهة حكومية في دبي يشاركون في هذا المعرض من خلال منصة واحدة تحت شعار نصنع المستقبل، في مقدمتها طبعا هيئة الصحة بدبي التي تستقبل رواد هذا المعرض بمنصة مميزة وفرص عمل واعدة في تخصصاتها المختلفة. كان سؤالنا لسؤال الحلقة اليوم يقول أين تقع أو أين تتواجد منصة هيئة الصحة بدبي المشاركة في معرض الإمارات للوظائف 2016؟ حذفنا نحن إجابة، فهل تتواجد هي في زعبيل 2 ولا زعبيل 3؟ واللي يبغي يعرف الإجابة أيضا بيسمع أثناء الحوار القادم. طبعا المعرض أو هذه المشاركة تشكل يعني أهمية استراتيجية لهيئة الصحة بدبي، وبالتحديد لإدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي. عشان شيء نحن معانا عبر الهاتف الآن الأستاذة آمنة السويدي، مدير إدارة الموارد البشرية، بتكلمنا عن مشاركة هيئة الصحة بدبي في معرض الوظائف 2016. حياك الله معانا أستاذة آمنة. مرحبتين، هلا أخوي محمود. يا هلا. أول شيء أنا أدري أنك أنت مربوشة في المعرض وموجودة هناك وعندكم وايد أشياء تسوونها، لكن ما بطول وياك، باخذ تقريبا ربع ساعة من وقتك. زين؟ طيب أختي آمنة، خلينا بس في البداية أول شيء نتكلم عن مشاركة هيئة الصحة. يا ترى شو هي طبيعة مشاركة هيئة الصحة في معرض الوظائف 2016؟ احنا في هيئة الصحة في دبي نحرص دائما على المشاركات في مثل هاي المعارض اللي تستقطب وتركز على استقطاب الكوادر من الموارد البشرية المواطنة من مواطني دولة الإمارات. مشاركين في هالمعرض اليوم احنا لمدة 3 أيام في منصة رئيسية عند البواب زعبية 3، وبعد مشاركين مع منصة حكومة دبي كمشاركة ثانية بعد، على أساس ان احنا نعطي فرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للتقديم.
حابين نستقطب أكبر عدد ممكن من الكفاءات المواطنة في المجالات التخصصية الطبية. عندنا طبعا عدد يفوق عن 400 شاغر في مشاركتنا هذه، أغلبها تقع في الكادر الطبي والطب المساند والتمريض، وكذلك الكادر الإداري. الكادر الإداري طبعا يتنوع ما بين موارد بشرية واستراتيجية وجودة وتميز والخدمات المساندة نوعا ما. يمكن حطينا لنا شعار هالمرة على أساس إن إحنا نستقطب الجمهور جداً، اللي هو بكم نحقق مجتمع أكثر صحة وسعادة، مشتق من رؤيتنا في الصحة ل 2021. يمكن هذا بريف. جميل جميل. إذن الشواغر اللي قلتيها تقريبا 400 شاغر، أعتقد عدد كبير يقدم على مختلف المستويات المهنية والإدارية والهندسية والفنية، لكن قلتي أن معظمها بعد كذلك بتكون مركزة على الجوانب الصحية والطبية. الآن أبغي أسأل سؤال، يعني مثل أي شخص باحث عن عمل، يا ترى شو الشيء اللي بيخليني اختار هيئه الصحه للعمل فيها؟ اول شيء احنا في هيئه الصحه نعتبر الموظف من ضمن العائله، فيعني بيئه عمل الحمد لله جاذبه ومحفزه، والدليل ان عندنا يعني ما عندنا نسبات نسب متدنيه من دوران الوظيفي في الهيئه، فهذا يدل على ولاء الموظفين للعمل في الهيئه. عندنا رواتب الحمد لله محفزة، في مزايا على حسب قانون الموارد البشرية لحكومة دبي، وشغالين بعد احنا على كادر خاص لائحة الموارد البشرية للكادر الطبي، بيكون فيها ان شاء الله مزايا وبدلات وحوافز اكثر جاذبة للكادر الطبي. عندنا مسارات مهنية واضحة حق الكادر الطبي والطب المساند والتمريض، يعني الموظف أول ما يداوم عندنا عارف خلال كم سنة شو بيكون، فكمسار وظيفي تعسمت الخريجين الجدد أو الباحثين عن عمل يطلعون لها الأمور. صحيح. التطوير مستمر الحمد لله، عندنا إدارة كاملة وفاعلة لتطوير الطبي المستمر. عندنا برنامج دبي للتدريب التخصصي، ويتبنون فيه مجموعة من الأطباء على مدى فترة من الزمن اللي هو تتراوح ما بين 4 إلى 5 سنوات، ويتخصصون فيها كتخصصات مطلوبة، يعني اللي احنا محتاجينها تكون في إمارة دبي. جميل. اختيامنا يعني اذا المستمع الان يبغى يتوجه الى معرض الوظائف ويبغى يمر منصة هيئة الصحة اللي موجودة في قاعة زعبيل 3، يعني شو الأشياء اللي لازم يأخذها معاه، وهل هنالك مقابلات فورية ولا في تعيين فوري، ولا شو اللي يسوونه بالضبط من خلال هذه المشاركة؟ احنا صراحة ما نحتاج شيء من الموظف، لأن عندنا ايبادات على المنصة ممكن يقدمها اونلاين دايركت، وفي عندنا غرفتين للمقابلات الفورية ممكن يقابل الشخص على طول أول ما يوصل، يعني خصوصا الوظائف اللي احنا مستهدفين فيها التوطين يقابل. وبعدين مسوين بعد شيء جاذب للمرشحين إذا إن شاء الله تواجدوا عندنا على المنصة. أيوة. عقب ما يخلص المقابلة ناخذ له صورة تذكارية على حائط، عندنا مسوين مثل حائط التذكار. جميل جميل. واللي ما يبغي يتصور اللي ما يبغى يصور ما ناخذ له صوره غصبا عليه. طبعا انا بس احب اذكر ان هذا المعرض هو فقط لمواطني دوله الامارات العربيه المتحده. الوظائف الموجوده هنالك او المطروحه في هذا المعرض هي خاصه بالمواطنين. اعتقد الدخول لهذا المعرض عن طريق الهويه الوطنيه، صح ولا غلطان؟ انا والله ما اقدر اتوقع على هالاجابه. انا اعتقد ان فاتوقع انهم يدخلون، يعني هو يجبري المعتاد ان يدخلون عندنا مواطنين غير مواطنين، احنا يعني الاغلبيه والوظائف هي حصرا للمواطنين اللي عندنا احنا. جميل. نحن من خلال يعني هذه المشاركة ندعو المستمعين من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حضور هذا المعرض، يعني والمشاركة في تقديم يعني السير الذاتية الخاصة فيهم، وأيضا تواجد بشكل خاص في منصة هيئة الصحة في دبي. هنالك العديد من المفاجآت التي تنتظر من يأتي إلى هذه المنصة. طبعا اختيامنا، نحن كان عندنا سؤال للحلقة اليوم يقول أين
تقع منصة هيئة الصحة في دبي المشاركة في معرض الوظائف 2016؟ لا تجاوبين، انت جاوبتي اوريدي ساعة فما نخلي، لان ما نخلي الوقت عندهم لين 11 الى 10، وبعدها بنسوي سحب على الفائز. لكن قبل لا اختم معاك، بس ابغي يعني استعرض بعض المواضيع اللي طرحت مؤخرا في إدارة الموارد البشرية. يا ترى ما هي اهم الرؤية الخاصة فيكم في إدارة الموارد البشرية في إطار استراتيجية هيئة الصحة الجديدة، يعني اللي تم إطلاقها مؤخرا؟ هنالك يعني أهداف ورؤى تغيرت وفق هذه الاستراتيجية، فخلينا نتكلم على هذا الجانب. بالنسبة لكم كإدارة موارد بشرية، كيف تدعمون هذه الاستراتيجية؟ احنا عندنا العديد من المبادرات شغالين عليها ان شاء الله خلال هاي العام والسنوات القادمه ان شاء الله، على اساس يعني كنا متوجهين لتحقيق رؤيه هيئه الصحه 2021. من المبادرات المهمه اللي ابتدينا العمل عليها اللي هي عززنا التواصل مع الموظفين. انت تعرف احنا في هيئه الصحه حوالي 12400 موظف، وممكن يعني نوصل إلى 13000 على آخر العام، فالعدد كبير والشريحة كبير منتشرة على مستوى الإمارة. فرتبنا بعض المبادرات، منها يوم للموارد البشرية مفتوح للتواصل المباشر مع كافة الموظفين، كافة شرائح الموظفين. اشتغلنا بعد على برنامج للمكافآت والحوافز، يمكن هاي الأشياء ما كنا مركزين فيها سابقا. الحين مع التوجه الحالي، مع رؤية هيئة الصحة في دبي ورؤية الإمارة في حكومة ذكية وحكومة مبتكرة، حطينا العديد من الجوائز للتميز في هاي المجالات والمعايير، وطبعا ما غفلنا الكادر الطبي فيها من ضمن هذا المعايير. عندنا بعض المبادرات يعني يمكن بنفصح عنها آخر الشهر، بنطلقها مع بالتزامن مع اليوم المفتوح للموارد البشرية. اللي شغالين عليه هو يعني بشكل وايد مهم، عندنا أولوية قصوى اللي هو الكادر الموارد البشرية للكادر الطبي تخصصي، على أساس أن احنا عندنا هذا الجزء الأكبر أو الشريحة الكبرى عندنا من الموظفين في الصحة، ولأن احنا مهتمين فيها وبالاحتفاظ فيها وبتطويرها، قلنا بنشتغل على سياسة خاصة فيهم تناسبهم، ونقدر نطور على ضوءها يعني كوادر سواء مواطنة أو غير مواطنة فيها. هذه يمكن المهمة شوي سلط الضوء عليها. في طبعا احنا عندنا العديد من المبادرات شغالين عليها ان شاء الله لين اخر العام. جميل. ايضا معالي محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة ومدير عام هيئة الصحة بدبي، دائما ما كان يركز حقيقة منذ تولي منصب رئيس مجلس الإدارة، اول شيء سواه قعد مع الموظفين، سمع منهم وحاول أن يعطيهم المساحة، مساحة الحرية التامة للتعبير عن ما يعني يختلج صدورهم من مواضيع اللي بتساهم في تعزيز هذا الولاء الوظيفي عند الموظفين، تعزيز التنمية. وهو دائما ما يصر على أن نجاح المؤسسة يكمن في الموارد البشرية التي تتواجد فيه. فكانت هنالك العديد من المبادرات اللي قام فيها معالي يعني بشكل مباشر من خلال العديد من الموظفين. تاخذينا بس يعني إذا تحضرت الأرقام، تحضرت الأشياء بشكل سريع عن الفترة الأخيرة اللي صارت يعني؟ صحيح، احنا ما شاء الله يعني انا اقول معاليه يمكن الاب الروحي للموارد البشريه، الحمد لله يعني هو عنده خلفيه كبيره في وباع كبير في الموارد البشريه. الحمد لله يعني في هيئه الصحه هو داعم بشكل كبير لاداره الموارد البشريه وجميع مبادراتها، وحريص كل الحرص انه يحضر يعني الفعاليات تقريبا كلها، وكل ما نقدم يعني مقترح بعد يتبناه على طول وينفذ. فكانت يعني هالنوع من الدعم كنا محتاجين الفترة اللي فاتت، والحمد لله يعني ما خاب ظننا، وبالعكس يعني هذا الشيء بعد مشكل شيء إيجابي للموظفين، ويعني حتى العمل وروح الإيجابية زايدة الفترة اللي طافت.
طبعا تم ترقية عدد كبير من الكادر الطبي والإداري في هيئة الصحة. أنا إذا بتكلم على بس إحصائيات 2015 حوالي 3000 ترقية كانت، والسنة اللي قبلها حوالي 2000 ترقية. ولازمنا الحين بعد شغالين على يعني النظر في ترقيات من تعديلات أوضاعهم، لأنه هو حريص صراحة بشكل مباشر معي على يعني النظر في كل الموظفين اللي محتاجين تعديلات أوضاع. بس يمكن احنا الحين شوي حاولنا نعدل في المعايير والسياسة الداخلية للترقيات وفق على أساس ننظر احنا في الحالات اللي هي صدق محتاجة واللي هي نشوفها كفاءة واحنا محتاجين نحتفظ فيها. جميل جميل. أنا بس بذكر مستمعينا بسؤال الحلقة اللي باقي له 3 دقائق بس وما نسحب على الفائز. بجاوبهم؟ بتجاوبين؟ جاوبي خبريني، أين تقع منصة هيئة الصحة؟ أقرب بواب إن دعبي الثلاثة. زي ما خلصت السؤال بعدني. عشان بسرعة يجابون قبل نتخلص 3 دقائق. زين ممتاز. إذن أين تقع أو أين تتواجد منصة هيئة الصحة بدبي المشاركة في معرض الإمارات للوظائف 2016؟ في زعبير 3 ولا زعبير 3 ولا زعبير 3؟ زين انتي عندكم 3 دقائق لين و يعني ان شاء الله نبدا السحب على الفائز. اختيامنا التواجد حقيقه في معرض الامارات للوظائف 2016 او معرض الامارات للوظائف بشكل عام، يعني انا حضرت هذه دورات عديده لهذا المعرض، يمكن الطاقة اللي موجودة السنة هذه تكون شوية مختلفة عن السنوات السابقة. قبل كانوا يقولون أن هذا المعرض أنتم فاتحينه بس تأخذون سيفيات وتفرونها، ما تنظرون لها. للأسف هذا اللي كان صاير بشكل عام. لكن أنتم في إدارة الموارد البشرية من خلال المعرض السنة اللي طافت، كم شخص عينتوا من خلال المعرض هذا؟ إذا تحضرت الأرقام، لأن أنا ذكر يعني حد عطاني رقم كبير حقيقة من خلال يعني استقطاب المواطنين من هذا المعرض. احنا اخوي محمود اللي يجونا احنا يعني اغلب الوظائف تعرف انت الوظائف الاداريه، فهي احنا طبعا تشكل ربع الشواغر اللي موجوده عندنا. فعلى الوظائف الاداريه الفتره السنه اللي فاتت كانت تقريبا والله واللي تم تعيينها من عندهم حوالي 100 وشوي، فكان عدد لا باس فيه الحمد لله يعني زين بالنسبه احنا لعدد الشواغر الموجود عندنا. والحلو بعد احنا جالسين نعرض حتى مثل الفيديو على المنصه مالنا لوقائع احنا يعني الموظفين اللي استقطبناهم من معارض التوظيف وين وصلوا الحين، منهم بعض الموظفين وصلوا وظائف اشرافيه وقياديه عدنا. صحيح صحيح. فيعني اللي بيحضر بيشوفونهم حتى على ارض الواقع وطالبين منهم بعد التواجد، ان شاء الله يكونوا متواجدين ويانا خلال هالثلاث ايام على اساس بعدهم يعكسون قصه النجاح اللي صادفتهم في الهيئه من تاريخ التحاقهم لين اليوم. جميل. انا اثرت اني اطرح هذا السؤال لان بس ابغي اوضح للمستمعين ان حقيقه المعرض هذا يشكل اهميه كبيره لهيئه الصحه بدبي لاستقطاب افضل الكوادر الاماراتيه وايضا وضع مسار وظيفي مثل ما ذكرتي اثناء الحوار. طبعا عيسى انا قاعد اتكلم بس اترك تسوي القرعة وتعطيني اسم الفائز. إنزين ما عليك من أشواق ما أدري تسولف فيها منو هناك برا. إنزين فما تري بس تعطينا اسم الفائز. آمنة اختيامنا يعني في الحقيقة الحين عرفت شو السالفة، الحين عرفت لا هذا أي شغلات في الاستوديو. لا 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 شغلات في الاستوديو أخبركم عنها بعد ما نسمع اسم الفائز، لأن في سبحان الله عندي أستاذة ميثة بن بيات. طبعا أنا ليش بذكرها؟ لأن ميثة بن بيات هي أول وحدة طلعتني على الإذاعة، ما بقول أي سنة لأن ذيك الأيام أنا كنت طالب في الجامعة. أقول ما بقول خلاص قالت لي لا تقول. زي يوم أنا طالب في الجامعة طلعتني في الإذاعة قالت لي دش الاستوديو وقدم الفقرة. شو أقدم؟ قالت لي دش ما عليك أنت دش. طبعا هي من تدخل الاستوديو لازم الجروب كامل يلبسوني، ما حد يسوي لي سالفة وأنا أبربر هنا ولا حد يعطيني سالفة، لازم أتكلم معاهم. إنزين فسامحينا يا آمنة، أنا بأخذ منك كلمة أخيرة قبل لا أختم معك وناخذ اسم الفائز.
شو تبغين تقولين حق المستمعين؟ احنا حابين صراحة كل المواطنين اللي يشوفون في نفسهم الكفاءة والرغبة في انضمام لهيئة الصحة في دبي، احنا يعني بنكون اكثر من سعيدين في استقبالهم وتلبية طلباتهم، سواء عن طريق المقابلات إذا حبوا نسوي المقابلات بشكل مباشر، أو عن طريق تقديم سيرهم الذاتية أو طلبات التوظيف منهم عن طريق الأجهزة الإلكترونية الموجودة على المنصة. ونرجع نعيد ونقول إحنا نعتبر جميع الموظفين في هيئة الصحة عائلة واحدة، ونشكل فريق عمل واحد، وكل الجهود وكل الموجودين بنحقق إن شاء الله رؤية هيئة الصحة في دبي ورؤية إمارة دبي إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق، وأيضا نضم صوتي لصوتك. الفائز معانا في مسابقتنا اليوم اللي كان سؤال الحلقة يقول في أي قاعة تتواجد منصة هيئة الصحة بدبي، وذلك على هامش مشاركة هيئة الصحة بدبي في معرض الإمارات للوظائف 2016، القاعة زعبيل 1، القاعة زعبيل 2، القاعة زعبيل 3. الإجابة كانت زعبيل 3، ومثل ما سمعتوا من الأستاذة آمنة السويدي هنالك العديد من الفعاليات التي تتواجد على هذه المنصة، وأيضا تلتقون مع شخصيات كثيرة من هيئة الصحة بدبي، وأيضا هنالك مقابلات فورية، فيمكنكم التوجه إلى منصة الهيئة. الفائز معنا في حلقة اليوم عبد الله محمد المرزوقي. عبد الله محمد المرزوقي هو الفائز معنا بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي على هامش المشاركة في هذا المعرض. طبعا نحن متواصلين معاكم في هذه المسابقة لمدة 3 أيام، وهي أيام المعرض الثلاث، بيكون معنا كل يوم فائز بألف درهم. فألف مبروك لعبد الله محمد المرزوقي، أشواق خذي رقمه وحاولي تتواصلين معاه على أساس نشوف كيف ممكن نسلمه الجائزة. أستاذة آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية، شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا وياك جميعا. شكرا. طبعا مستمعينا كانت حلقتنا اليوم مميزة، تحدثنا فيها عن الموارد البشرية وما لهذه الإدارة من بث الطاقات الإيجابية على الموظفين. حقيقة مثل ما ذكرت أستاذة آمنة، نحن في هيئة الصحة نعمل دائما على أساس أن نحن موجودين في بيت واحد مع مختلف الإدارات، مع مختلف القطاعات. يعني الواحد يمشي في الهيئة يحس أن ماشي ما بين إخوانه وخواته، يحس أن بالفعل عنده هذه الأجواء المنزلية. فهذه دعوة لكم للانضمام إلى الكادر الوظيفي لهيئة الصحة بدبي، توجهوا إلى المعرض وفالكم طيب. عموما وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد. تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف، وحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.